مباراة كنت شايل همها ولا كنت حاسس يعني دايما الاهلي حتى بحس ان الفرقة مش في احسن حالاتها، ببقى حاسس او مطمن انه الاهلي حتى وهو مش في افضل فورمة هيكسب. لكن مع افريقيا السنة دي مش مع ان يعني التوقعات مع كانت دور السنة دي المجموعات تقريبا تحديدا يعني مش ودور كده؟ المجموعات بالذات كمان. ما كنتش شايل همها قوي بصراحه، لانه الفروق كبيره جدا يعني، فروق مش بتكلم على التاريخ، التاريخ طبعا ليه حسابات، ولكن السكواد والنادي الاهلي الفترات الاخيره ونتائجه المميزه، فرق او فروق الخبرات والامكانيات للاعيبه النادي الاهلي، فروق كبيره جدا ما بين النادي الدنيا الاهلي وما بين كهربت شويه في ميديان. الشوط الاولاني. ما كنتش قلقان لانه النادي الاهلي استحوذ كتير جدا يعني، تقريبا المباراه من طرف واحد يعني، مديانا اي تقريبا راحوا بفرصتين او حاجه بس او ثلاثه. فرصتين اليوم يعني، معاك الشناوي الحقيقه امبارح كان برضو واحد من نجوم المباراه، معاك معاك ما اختلفتش، انفراد في الشوط لكن الاول وكره في الشوط الثاني. بالتاكيد ما كانش عندك شك ان الاهلي حتى لو دخل لا مرمى هدف يقدر يعوض ما بهدف اثنين عنديش شك. وثلاثه بص واربعه انا يعني. وانا بتفرج على ماتشات الاهلي يعني شويه، طبعا بتفرج زي كل جمهور نادي الاهلي طول عمري، وشويه كمان ببقى بفكر كترس في المنظومه. الهدف من المباراه دي ان احنا نكسب ونجيب 3 بونت، وان احنا نحضر الفرقه، وان رتم الاداء يبقى اعلى، وان احنا نرجع اللعيبه اللي كانت بعيده، لانه صحيح انا حاطط قدامي ماتشين تاني في مجموعات افريقيا وماتشين في الدوري، ومن بعدهم رايح لكاس العالم. فالحسابات شويه مش مرتبطه بس بالمكسب صحيح صحيح، والفوز والحصول على اهداف كتيره كمان يعني أي. قبل المباراه اهداف كتيره وحسابات كتيره، واعتقد انه كلها اتحققت يعني، نفسيا ومعنويا وفنيا. النادي الاهلي قدر الحمد لله انه بالفوز امبارح بثلاث اهداف قدر يطمن جماهيره دي في البدايه، ايوه على ان الفرقه الحمد لله استعادت انت خدت قواها بالك مره تانية. من دروجبا؟ في لعيب امبارح سوا، مهاجم رقم ثلاثة اعتقد. ميديان رقم 3 شبه دروجبا جدا جدا كوبي بيست. صحيح، يعني انا احمد حسيت ان حسن دروجبا رجع دروجبا تاني الملعب، وعلى فكره هو لعيب كويس، جدا، لعيب يعني هو يمكن الناس اكتر هتعتقد لعيب انك بتتكلم على لاعب النادي الاهلي السابق برضو احمد حسن دروجبا، خلينا دروجبا الافريقي يا جماعه مش احمد حسن دروجبا دروجبا، الافريقي، دروجبا ديدي الافريقي. دروجبا صحيح، دي دروجبا لاعب مميز لاعب يعني، من مميز افضل اللاعبين تقريبا موجودين في في الفريق الفرقه امبارح. صحيح. فالمكاسب امبارح كلها الحمد لله اتحققت يعني، فوز كبير وعريض طمن جماهير النادي الاهلي بشكل كبير على الفرقه، وعلى استعاده كمان مستر كولر اللي ذهنيا وفنيا وثقته كمان في لعيبته مره تانية. فاجأك تشكيل المباراة في البداية؟ فاجئني شويه، لكن كنت مرتاح لانه الفريق المنافس ما كانش بالقوه الكبيره، لكن كنت يعني انا اتمنى انه دايما نبتدي بالقوه الهجوميه ضربة الكبيره او القوه الضربه، لان انت بتحتاج دايما انك تنهي امال الفريق المنافس بسرعه او ما يدخلش معاك في الجيم، وده شويه بيحتاج انك تحرز هدف واتنين في البدايه عشان تقدر خلاص يعني يحصل احباط وما تقدرش الفرق المنافسه انها تدخل معاك في المباراه. اعتقد ان لو ابتدينا بالقوه الضربه او القوه المهمه في النادي الاهلي تقدر انك تخلص ده بدري يعني. دي النقطه الوحيده بس اللي انا لسه مع طبعا المشكله الكبيره اللي احنا لسه بنعاني منها هي انهاء الهجمات، ودي مشكله لسه بنواجهها، واعتقد انه مستر كولر ملوش ذنب فيها. انت المدير الفني انت محتاج منه انك اللعب الجماعي بيوصلك للصندوق او لخط المرمى المنافس، احراز الاهداف دي مهمه اللاعبين، واعتقد ان عندنا لعيبه كتيره تقدر تركز بشكل اكبر عشان تقدر تنهي المباريات بشكل اسرع يعني.